قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه فراح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل في علاه أن يجعل خاتمة الرحلة لنا ولكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لننعم في الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم أمين يا رب العالمين. أحبائي، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت المصري وحبيبنا وشيخنا وأستاذنا وتجرسنا شيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ياسر الهواري والحاجة سعاد عفر وأخونا أمين أمير الطهري وبنتنا الغالية براءة والأستاذ أيمن سلمان من تونس والأخت دعاء والشيخ مدحت عمار والأخت إيمان أحمد عبد الرحمن والأخت هناء محمد السيد والأخت سمية أحمد عوض والأستاذ صلاح الدين عبد السلام وابنته هالة صلاح الدين وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي الله يرحمها حاجة سيدة متولي شاهين، والدة أخوي وحبيبي الأستاذ عصام حجازي، ووالدة أخوي وحبيبي الأستاذ سليمان محمد، والحاجة سمية البنبي، والحاج نعيم فارس، والأستاذ إيهاب الطهري، والطفل عبد الرحمن محمد الغندور، والدة الدكتور أسامة عبد العظيم، والحاجة هدية أحمد، ووالدة الأستاذ سيد حلمي في النايل سات، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. يا رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. في بداية الحلقة بأشكر المولى عز وجل، ثم أشكر أخوي حبيبي وأخويا الكبير يعني الأستاذ علي سعد رئيس قناة الناس على الجهد الجميل اللي بيبذله في القناة والتجديدات اللي ملاحظينها والبشرات الجميلة، وسعيد جدا جدا أن أعلم أن قناة الناس بتحتل المرتبة التاسعة في النايل سات ما بين ما لا يقل عن حوالي 700-800 قناة، لما قناة الناس كقناة دينية، وانتوا عارفين ان يعني نفوس كتير من الناس بتهوى دايما بقى الحاجات المثيرة سواء كانت افلام اكشن ولا قنوات كوميدية او قنوات اغاني او غير ذلك. ورغم ذلك الحق بفضل الله سبحانه وتعالى يعلو لهذه الدرجة. يعني ربنا يجازيك كل خير يا استاذ علي ان القناة توصل على ايديك بفضل الله سبحانه وتعالى الى انها تكون رقم 9 على النايل
جلسات، وان شاء الله ان شاء الله احتفل انا وحضرتك على الهواء مباشره، وجميع اخواني واحبابي في قناه الناس ان شاء الله يعني في رمضان اللي جاي او بعد رمضان ان شاء الله مباشره، بان تكون قناه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى رقم واحد على النايل سات. وان شاء الله يعني اللهم لك الحمد، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، فان شاء الله الحق ابلج بفضل الله يعني. وكل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعلي قدر الحق ويعلي قدر الخير وقدر الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، والناس بفطرتها الجميله بتميل قلوبها بفضل الله سبحانه وتعالى الى الدين والى الالتزام والى القنوات الدينيه. ربنا يبارك يا رب العالمين في كل القائمين على هذه القناه مباركة. ودي كانت لمسة وفاء، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تعالوا نكمل موضوعنا، رحلة إلى الدار الآخرة، والموضوع المثير الجميل العجيب اللي محتاجين إن احنا نتذكره ليل ونهار. وأقسم لكم بالله أنا بحس وأنا جاي بقول والله أتمنى إن 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 كلام مش مني أنا شخصيا، من أي حد، إن أي كلام يذكر عن رحلة إلى الدار الآخرة يبث على جميع قنوات العالم والدنيا كلها تسمع وتعرف يعني إيه دار آخرة، ويعني إيه وقوف بين يدي الله، ويعني إيه إن في جنة وفي نار، وإن الدنيا دي من فاتة وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في النهاية إحنا كلنا مروحين، والدنيا كلها هتنتهي، وهنذهب إلى المولى عز وجل، ونقف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محتاجين نصرخ في الناس صرخة كل حلمية، ونقول لهم فوقوا، لأن فعلا إحنا محتاجين نعرف إن كل اللي إحنا عايشين فيه ده كله ربنا قال عنه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إحنا عايشين في متاع الغرور، ما تغترش بقوتك ولا بصحتك ولا بمالك ولا بمنصبك، اعمل لآخرتك، ربنا يكرمك ويسترك دنيا وآخرة إن شاء الله. وربنا يحفظنا ويحفظكم رب العالمين. وطبعا يعني بناء على الأمة الإسلامية النهاردة، الناس اللي يعني اللي نسأل المولى عز وجل أن يكونوا شهداء اللي قتلوا على السفن في هذه القرصنة اليهودية البشعة. وإحنا بننتظر إيه من اليهود؟ هؤلاء هم المجرمون الذين يعني يعيشون على الإجرام في كل عصر وفي كل مصر. أسأل الله عز وجل أن يبيدهم وأن يخلص الدنيا كلها من شرورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني وبندعو الأمة كلها فعلا إن هي تتكاتف فعلا في وقفة حكاما ومحكومين ضد هؤلاء الملاعين. ربنا يخلصنا منهم يا رب العالمين، ويفرج هم إخواننا وأحبابنا وأهالينا من أهل غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم أجمعين يا رب العالمين. والله بندعو لهم ليل نهار، ربنا يا رب يفرج همهم، قولوا أمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن وصف بسيط لأرض المحشر، وإحنا لحد الآن خد بالك انا بقول لك هوصف لك وصف بسيط جدا لارض المحشر، واحنا لسه ما طلعناش، احنا لسه كل دوت خارجين من القبور. وهقول لك على مشاهد هتشوفها وانت خارج، هتقعد تقول يا نهار ابيض كل ده هيحصل بجد؟ هتسمع كلام ان شاء الله اتمنى ربنا ينفعكم بيه. احنا قلنا وصف بسيط جدا لارض المحشر: ارض بيضاء نقيه مستويه كبيره جدا، لانها مش هتسع جيل عايش في فتره معينه على الارض. احنا قلنا دلوقتي اللي موجودين على الارض حوالي قد ايه؟ 6 مليار و300 او 400 مليون. فدولت هيكونوا موجودين فتره معينه، وبعد كده يعني لو قلنا من دلوقتي 100 سنه كمان لا يمكن يكون في حد موجود على الارض دلوقتي تقريبا هيكون موجود، الا يعني ناس بسطاء جدا اللي بيعدي 100 ده قليلين جدا يعني. فبعد 100 سنه يقينا ما بيش هيبقى في حد من 6 مليار وشويه دول موجودين، وفي قبلنا مليارات وفي بعدنا مليارات. فلازم تكون أرض كبيرة جدا تسع كل المليارات ديت في مكان واحد، عشان نقف جميعا بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى والكل واقف. عايزك تتخيل المنظر. أنا حلمت مرة بمنظر أرض المحشر، شفت منظر عجيب قوي، يمكن يقرب لك المشهد ده شوية. اللي راح الحج، واللي راح الحج مش في اي حته هيشوفها، هيشوف المنظر ده بالذات وهو نازل من عرفه على مزدلفه. هيشوف منظر جموع الناس وهي لابسه الاحرام كانها خارجه من قبورها باكفانها. بس احنا مش هنخرج من القبور بالاكفان، احنا زي ما النبي قال ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا، حفيانين عريانين غرلا. حته اللحم الصغيره اللي قطعها مننا ساعه الختان ترجع لنا مرة ثانية، والأرض تقول: ها هي الأمانة،
قد ردت كاملة، خلاص الأمانة ترد كاملة لله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع، شفت مرة كده في المنام، تخيلت أو شفت يعني منظر القيامة، أرض بيضة نقية لم ترتكب عليها لا معصية ولا مظلمة، الحاجتين دولت ما تعملوش على الأرض دي، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وبرزوا لله جميعا، وبرزوا هنا مش بالجسم بس بالقلب، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل القلب في الدنيا محل الإيه؟ محل النية، وفي الآخرة محل الحساب، ولذا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله مش بجسم مش بعقل لا بقلب سليم. وأثنى على خليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، يا سلام. فبرزوا هنا ظهروا ووضحوا، ما فيش واحد قصير يستخبى في واحد طويل، أرض ما لهاش معلم، أرض ما فيش عليها حاجة بالمرة، لا عربية ولا جبل ولا شجر ولا حجر ولا بيت ولا خيمة ولا نخلة ولا زرعة ولا أي حاجة في الكون ده، كله موجودة في المكان ده، كل اللي موجود في المكان ناس إنس وجن ودواب وملائكة. ثم ينزل ربنا جل وعلا ليستوي على كرسيه نزولا يليق بجلاله وكماله ليقضي ويحكم بين العباد. فتخيل المشهد، هيبقى اللي موجود في أرض المحشر زي ما قلت لكم إنس وجن ودواب، ويحيط بهؤلاء جميعا الملائكة من على أطراف أرض المحشر. سبحان الله، تهرب تروح فين؟ ملك واحد بجناح يضرب الكرة الأرضية كلها يشقها نصفين نصين، فأنت هتحشر حافي عريان، منظر زلة لا تخطر على قلب بشر، جنبك ملكة جمال العالم، وانت شاب وممكن تكون ما اتجوزتش ومت قبل ما تتجوز وبعثت وانت ما اتجوزتش، وجنبك ملكة جمال العالم عريانة كما ولدتها أمها، وأنت لا تستطيع أن أنت تطرف تبص بصة ولو بسيطة، لأن الأمر أشد. أمنا عائشة سألت النبي كما في عند مسلم، تقول يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فوضح لها المسألة، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، هو حد فاضي يا عائشة؟ ده جهنم قد جاء بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 في 70,000، أرجو أن حد يضربها كده على الكالكوليتر وشوف هتطلع رقم عامل إزاي، 70,000 ملك. الملك لو ضرب الأرض بجناح يشقها نصين، الزمام الواحد، السلسلة الواحدة اللي طالعة من جهنم مسكها 70,000 ملك، حضرتك متخيل؟ لما السلسلة ماسكها 70,000 ملك، ده السلسلة خد بالك، يعني حضرتك لو بنجر حاجة فأكيد السلسلة دي أصغر من الحاجة، واضح المعنى؟ يعني عفوا سامحني، لو بنجر عربية نقل مع بعد التشبيه، فالسلسلة اللي احنا ماسكينها في ايدينا دي سلسلة ماسكينها في ايدينا، لكن اللي بنجرها عربية نقل. فتخيل سلسلة واحدة، بالله عليكم ركزوا، سلسلة واحدة من 70,000 سلسلة مربوطة في جهنم، السلسلة الواحدة مسكها 70,000 ملك، والسبعين ألف ملك لو إن ملك منهم ضرب الأرض بجناح يفلقها نصين، يعني الحلقة الواحدة من السلسلة قد الأرض كم مرة؟ ده الحلقة من السلسلة قد الأرض كم مرة؟ ولذلك مجاهد لما قرأ قول المولى عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاستكوه، قال لو أن حلقة من السلسلة سقطت على الأرض ما استطاع أن يحملها الإنس ولا الجن، ولو وجدوا ريحها لماتوا جميعا من نتن ريحها. دي حلقة واحدة من سلسلة هتدخل في فم الكافر وتخرج من دبره، ويتجر بيها ربنا، يا رب يعافينا وعافيكم، يا رب يجعل مثوانا الفردوس الأعلى، يا رب بجد نفسي ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى، ويتجر بيها على نار جهنم. ده الكافر والفاجر، الإنسان اللي ما تعرضش ولا رحمة من رحمات ربنا، الإنسان اللي كان بيحارب ربنا وبيبارز ربنا ليل ونهار بالمعاصي. فتخيل حضرتك أبص لمين؟ ده جهنم السلسلة الواحدة لها السلسلة الواحدة مسكها 70,000 ملك، يعني السلسلة قد الأرض كام مليون مرة، ده السلسلة
وجهنم ليها كم سلسلة؟ 70,000 سلسلة. ومال جهنم نفسها قد ايه؟ حجمها قد ايه؟ حاجة لا تخطر على قلب بشر. قول لي طب ليه الكلام ده كله؟ يعني ليه الحجم ده كله؟ هو الكافر هيخش النار هيبقى شكله ايه؟ أهدي لكم حديثا أو حديثين، حديث رواه مسلم وحديث رواه الترمذي، نجمع الروايتين في حديث واحد، نجمع الروايتين في حديث واحد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر، وفي رواية ناب الكافر. أنا أجمع لك روايتين، ضرس الكافر أو ناب الكافر، الضرس أو الناب، مثل أحد، في حجم جبل أحد، حديث رواه مسلم ورواية الترمذي أيضا صحيحة، يعني رواه مسلم ورواية الترمذي قد تكون ضعف، لا صحيحة، وقرأها في كتاب صحيح الجامع شيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة. درس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، الدرس الواحد في حجم جبل أحد. قول لي الكلام ده مش منطق، أنت بيجيبوا الكلام ده منين؟ اسمع بس، خليك معايا وركز وصلي على حبيبك وهتعرف الكلام ده صحيح. خد بالك، درس الكافر الدرس الواحد في حجم جبل أحد. طب الواحد الفم بتاعه فيه كام درس وسنة؟ 16 فوق 16 تحت، يبقى 32، يبقى 32 جبل مرصوصين في بق الراجل ده. ليه بقه ده قد ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ خد بالك، هتعرف بقى حجم الانسان قد ايه. درس الكافر يوم القيامة مثل احد، وسمك جلده تخني الجلد، تخني الجلد، خد بالك، 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا، ولا تعارض بين الروايات لأن كل واحد على قدر كفره. خد بالك، وسمك جلده 40 ذراعا، خد بالك بقى، وما بين منكبيه أو مجلسه من جهنم في رواية تانية، يعني الحجم ده كده حجمه في جهنم قد إيه؟ كما بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة حبيبي قد إيه؟ حوالي 450 كيلو متر. يعني الكافر الواحد في النار حجمه 450 متر. يبقى لما يتحط في بقه 16 جبل فوق و16 جبل تحت يبقى مظبوط، يبقى كده الحسبة صح، صح كده؟ وضح حجمه قد ايه؟ قول لي طيب في نقطتين بس اسال فيهم معلش عشان الموضوع خطير. ليه سمك الجلد 40 ذراع او 70 ذراع؟ ليه سمك الجلد؟ ليه مش سمك اللحم ولا العظم؟ فالعلماء قالوا، وعلماء الطب بالذات قالوا ايه؟ قالوا لان مراكز الاحساس كلها موجوده في الجلد مش في اللحم ولا العظم، ولذلك لما تشوف ربنا يعافينا ويعافيكم، لما تشوفه حب يتحرق تلاقيه جلده مولع بيصرخ، واول ما الجلد يتشوي وتموت مراكز الاحساس يسكت ويغمى عليه. ليه؟ خلاص مراكز الاحساس اتقتلت، ماتت. ولذلك يوضح كل ذلك بقى قول المولى عز وجل: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واضح يا جماعة؟ يبقى ربنا اختار الجلد ان هو يبدل، اللحم لا يبدل ولا العظم، يفضل اللحم زي ما هو والعظم زي ما هو، والجلد يبدل يتحرق وينزل الجلد ويطلع جلد تاني ويتحرق وينزل الجلد. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، يا رب ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب، بلا حساب ولا عذاب. احنا مش عايزين نشوف الكلام ده كله، انا بقول لكم الدار الاخره علشان نظبط نفسنا من دلوقتي ونتفق خلاص، احنا ملناش في الكلام ده ان شاء الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله 3 ساعات في ارض المحشر، ناكل زياده كبد الحوت، نشرب من حوض النبي عليه السلام، ايدي في ايدك حبيب قلبي، خش على الجنه وخلص الموضوع، مش فاضيين بقى للكلام ده ولا احنا نتحمل الكلام ده اصلا يعني. فسبحان الله، يعني لما 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 امنا عائشه بتقول له: يا رسول الله الرجال ينظروا بعضهم الى بعض، قال: الامر اشد من ان يهمهم ذلك. جهنم جت يا عائشه والشمس دانت فوق الرؤوس حتى اصبحت كمقدار ميل، والناس واقفه في غليان، حفيانين عريانين مزنقين في بعضهم، رجل دوت على رجل التاني ومش قادر، يعني عايز اقول اتخذ شويه مفيش. ومنهم من بلغ العرق، عرق الذنوب، الى ركبتيه او الى قدميه والى ركبتيه والى حكويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. الجمل هنا مش هنا، وقلنا هنا ليه؟ لان الجمه يعني اسكته، خد بالك، الجمه كان محطوط له ايه؟ عزك الله، يعني حتى ايه الخيل لما بيحطوا له ايه يقول لك حطيناها لجام، خد بالك ليه؟ علشان ما تعضش وما تعملش مش عارف ايه، وعشان يعني تقدر تتحرك وتجلس وهكذا.
وعشان ما تطلبش اكل دلوقتي والى غير ذلك يعني. فالجمه حط له كاني محطوط لجام هنا. اللجام ده عباره عن عرق، عرق مخلوط، عرق ذنوب ريحته فظيعه مخلوط بتراب القبر. فلو الانسان قال اه، ودي كلمه بتريح الانسان، يعني الانسان لما بيتعب اكتر كلمه بتريحه كلمه اه، انه يتأوى ما يقدرش يقول اه. لو قال كلمه اه تخش العرق ده يخش جوه جوفه، يخش يقطع معدته امعائه، وهو اصلا كما قال ابن مسعود يحشر الناس اعطش ما كانوا واجوع ما كانوا واعرى ما كانوا. الوضع يعني ايه، وضع خطير جدا جدا سبحان الله. فعشان كده بقول لك اليوم ده محتاجين نعمل له حساب، محتاجين نفوق، محتاجين ان احنا فعلا زي ما الناس رجال الاعمال بيعملوا دراسه جدوى لمشروعات دنيويه، انا وانت وانت محتاجين نعمل دراسه جدوى لمشروع الاخره. من هول اليوم ده كله يا جماعه، الانتظار طويل جدا يا جماعه، انتظار حاجه ربنا يعافينا ويعافيكم. 50,000 سنه سال سائل بعذاب واقع، الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا خبر ربي، 50,000 سنة، 50,000 سنة يا جماعة الخير يا حبيب قلبي، تقفوا 50,000 سنة ولا 3 ساعات قاعدين في ظل عرش الرحمن وبعدها داخلين الجنة. لو في إنسان في الدنيا مش عايز أقول إيه، لو عنده ريحة العقل يفكر دنيا ايه اللي الانسان ممكن ينسى فيها دينه، دنيا ايه اللي تخلي الانسان ينسى اخرته وينسى وينسى وينسى. وانا بتعجب بتعجب، انا ما بقولكش ان انت تدروش، انا بقولك عايزك تكون ناجح جدا وعايز يكون عندك فلوس وعايز وعايز وعايز، بس اوعى تنسى اخرتك. يبقى الاصل ان انا ضيف معدي، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لما قالوا للنبي الا نتخذ لك وطئا فراشا لينا، كان نايم على حصير والحصير اثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالي وللدنيا. شوف النبي ليه مالي وللدنيا، انما مثلي ومثل الدنيا ومثل النبي هو مثلنا كلنا، ما هو اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فلما النبي يقول انما مثلي ومثل الدنيا، يبقى برضه مثلي انا كمان والدنيا، ومثلك انت والدنيا، ومثلك انت والدنيا، ما هو ده اسوتنا صلى الله عليه وسلم. فبيقول انما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. شفت الخمسين ستين سنه التعبانين اللي احنا عايشينهم دولت، هم دولت الفتره اللي احنا بنقفها تحت ظل الشجره. هل هو ظل الشجر ده هو بالنسبة لنا الهدف والغاية اللي احنا عايشين لها؟ لا طبعا، وإلا نبقى ناس مش عاقلين. إنما الهدف إيه؟ المشوار اللي رايح له. انت رايح فين؟ رايح اسكندرية. رايح اسكندرية آه. تعبت من المشي؟ والله تعبت. أقف تحت الشجرة ديت 10 دقايق. هل الإنسان دوت يقف تحت الشجرة ديت 100 سنة ويقول هو ده هدفي؟ أقف تحت الشجرة؟ طبعا لا. أنت هدفك رايح اسكندرية. خد بالك، فلازم توصل، وكده كده هتوصل، كده كده هتوصل، لانك راكب قطر ولازم يجي محطتك وتنزل، وان الى ربك المنتهى. هتروح فين؟ هتفر منين؟ لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، خلاص. فلا بد ايه، ولذلك ربنا قال ففروا الى الله. انت كده كده رايح له، انت كده كده هتقف بين ايديه، هو اللي شايفك، هو اللي بيكرمك، هو اللي بينعم عليك، وهو اللي هيحاسبك. ففروا الى الله، الحقوا يلا، اقبلوا على الله. ياللي مش لابس حجاب يلا جدد البيعه مع رسول الله والبس حجابك. ياللي ما بتصليش قوم واسجد لله. ياللي ما بتذكرش ربنا اذكر الله. ياللي ما بتستغفرش استغفر الله. ياللي ما بتصليش على النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا انفعلوا كده مع الطاعة ومع الذكر ومع القرآن ومع الصلاة، وذوقوا حلاوة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. الله، تخيل من هول القيامة. لكن سبحان الله، زي ما قلت لحضرتك الحلقة اللي فاتت، إن على قد ما يوم القيامة 50,000 سنة، لكن ليا وليك ولينا إن شاء الله، ربنا يا رب يجمعنا يا رب في أجمل مكان في الجنة رب العالمين. يوم القيامة بالنسبة لنا احنا كمؤمنين، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم القيامة
يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تركتش بشرة جميلة إلا وأفلكت بها صدورنا وقلوبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ده يوم القيامة يعدي علينا احنا ان شاء الله كمؤمنين، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا سلام سبحانك يا رب. يوم القيامة بقى الكافر ربنا يعافينا وعافيك يا رب من الكفر، هيتمنى يفدي نفسه ولو بملء الأرض ذهبا. شفت الكافر اللي هو قال لك أنا مش عايز أؤمن بربنا، أنا عايز أعيش حياتي براحتي، أنا عايز أجمع فلوس، عايز أتمتع، عايز جمع إيه؟ أثرى أثرياء العالم يمتلك إيه يعني؟ 100 مليار دولار؟ إيه 100 مليار دولار؟ إيه 300 مليار دولار؟ 300 مليون مليار حتى، إيه المشكلة؟ وبعدين هل ملك الأرض كلها؟ طبعا لا، أصله ما خدهاش لوحده. لا ده ربنا بيقول لك بقى إن لو كان الراجل ده بقى لوحده يمتلك الكرة الأرضية دي كلها من ذهب، هيتمنى يقدمها كلها يقول له يا رب خدها ونجيني من النار. شوف ربنا بيقول ايه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، ولن لما تيجي مع الفعل المضارع اسألوا بقى علماء اللغة يقول لك تفيد الاستحالة، يقول لك أنا لم آكل سمكا، أنا ما أكلت السمك لكن ممكن آكل، إنما لما أقول لك أنا لن آكل سمكا مش هاكل سمك، أو لن مثلا لن يأتي فلان يعني مش هيجي، ده مستحيل يجي، خد بالك. فلما يقول لك فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يا سلام، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول لك لو الكافر يوم القيامة وقال له يا ربي الكرة الأرضية اللي كان عايش عليها البشر دول كلهم ذهب، كلها ذهب، تخيل حضرتك كرة أرضية يا مسلمين يعني بتزعلوا من بعض علشان قطعة أرض فدان ولا ربع فدان، يلي بتخاصم جارك عشان شباك ولا عشان ربع متر، يلي بتبهدل والدك ووالدتك عشان 100 جنيه، يلي مخاصم أخوك عشان 1000 جنيه، يلي مخاصم أختك عشان مش عايز تورثها، يلي واكل مال أخوك وحبيبك وناصب عليه وفاكر إن المسألة دي هتعدي أمام الله وهو مش هيسامحك وياخد حقه أمام الله يوم القيامة، ويلي ويلي ومش عايزين نقول بقى يلي للصبح بقى، يعني ايه المظالم انتشرت انتشار، ربنا يعافينا وعافيك، واكل الحرام بقى يعني على عينك يا تاجر. فلو معاك الكرة الارضية دي كلها ذهب، وده مش هيحصل، شوف قد ايه ده ربنا بيذكر لك حاجة مش هتحصل، بيقول لك لو كان معاك الارض كلها بجبالها وانهارها واشجارها واراضيها والأسفلت بتاعها وعمراتها وكلها كده تحولت إلى سبيك الذهب، متخيل حضرتك المنظر؟ متخيل حضرتك الكرة الأرضية كلها تحولت إلى سبيك الذهب، توزن قد إيه ديت؟ تخيل لو واحد حصل على منجم ذهب ويقولك وقدر تحصل على 50 كيلو ذهب، طب يعيش ملياردير، يفضل عايش طول عمره حاجة يعني، فاهم إزاي؟ تخيل بقى حضرتك لما الكرة الأرضية كلها تتحول إلى كتلة ذهب، وانت ماسك الكتلة دي بتقول له يا رب خد الكرة الأرضية كلها من ذهب ونجيني من النار، فربنا بيقول فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يا سبحان الله، ده خلينا نعيد حساباتنا، يبقى الفلوس اللي احنا خلتنا ننسى أهالينا وننسى أحبابنا ونخاصم جيراننا وننصب على أخواننا ونضحك على بعض ونلبس بعض العمة ومش عارف نعمل ايه ولبسته السلطانية ولبسته العمة والالفاظ اللي بتتقال ديت، الحاجات دي مش هتعدي امام الله، مش هتعدي ابدا، وكل دي مظالم، وكل واحد هياخد حقه يوم القيامة. وان كنت تقويت بقدرتك ان انت تستولي على ارض فلان بالعافية وبسلطتك وبقوتك، ولان وراك وتقول انت متعرفش انا مين، ده انا ورايا وعندي واقدر واسوي واخطفك خطف كده واعمل، والكلام اللي بنسمعه ده، فواحد يقول مساكين الناس ديت، والله العظيم مساكين، مساكين اللي بيفتروا، مساكين اللي بيتقوى او كده، مساكين اللي عمالين يفتروا على خلق الله ويتقوى عليهم بقوتهم. والعجيب في الموضوع ان الناس دي كلها
قبل ما بتموت ربنا بيورينا فيهم آيات. انتوا فاكرين الهالك اللي وقف لواحد بيعذب في زنزانة من الزنازين، ومن شدة العذاب الراجل يا عيني من شدة العذاب بيقول يا رب يا رب يا رب نجينا من العذاب يا رب. يوم هذا الفاجر، وأنا مش لقينا كلمة تانية، ما هو فاجر صحيح، يقول له لو نزل ربك من السماء هحطه معك في الزنزانة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنا شو تخيل المسكين ده كان فاكر نفسه إيه ساعتها لما قال الكلمة دي؟ ده فرعون، فرعون ما قالهاش، ده فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما وصلتش حتة إنه يشتم، ما قالش ده ربنا ده كذا، فاهم إزاي؟ يعني شوف فرعون اللي هو فرعون كل ما في الأمر قال أنا ربكم، يعني ما شتمش، إنما ده بيقول لو نزل ربك من السماء أحطه معك في الزنزانة. هذا الشخص وأنتم تعلمون قصته، في يوم من الأيام خارج هو وزوجته وأولاده يفسحهم في طريق إحدى الطرق، ما عرفش كان رايح فين كده، مسافر يعني، وماشي بعربيته وبيتفادى عربية ماشية قدامه معطلة، فبيتفاداها وبيتفاداها كده، وفجأة لقى نفسه لبس في مقطورة محملة السياخ مسلح، دخلت السياخ في عينيه وفي وشه ورقبته وصدره، فجوم عشان ينقذوه، كان مات خلاص يعني، فخلاص هو مات خلاص، طب يعملوا عايزين يدفنوه بقى، طب يطلعوا السياخ منه، ربنا جعل السياخ تلتحم مع لحمه وعظمه ما تطلعيش، بأمر من الملك سبحانه وتعالى تخليها، يحاولوا يطلعوها من قدام من ورا من هنا ما بتطلعش خالص. اضطروا في النهاية انهم ينشروا السياخ من قدام ومن ورا ودفنوا بيها، دفن وهو السجون اللي حط فيها ناس كتيرة وظلمهم، دخل جواه السياخ مشابهة للسجون اللي هو عذب فيها الناس، واللي كان بيقول أنا حط ربك في الزنزانة هو نفسه اتحط في زنزانة كبيرة ونزل قبره ويلقى من الله ما يستحقه. شايف الموضوع؟ شوف النبي بيقول ايه، والحديث رواه البخاري، بيقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول له جل وعلا قد سألتك ما هو أهون من ذلك، أنا طلبت منك أقل من كده. ربنا بيقول للكافر لو كان معاك ملء الأرض ذهب كنت تفتدي به؟ فيقول أيوة يقينا آه طبعا. فيقول له أنا ما طلبتش منك كده، ما طلبتش منك ذهب ولا حاجة، طلبت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، سبحانك رب. لدرجة أن واحد يوم الأيام هيجي يقدم صفقة خاصرة، صفقة عجيبة جدا، شوف الصفقة دي بيقول إيه، هيجي يوم الأيام يقول له يا ربي، واحد مجرم بقى ربنا وصفه أنه مجرم، هيقول له يا ربي أنت عايز تدخلني النار، طب خد ولادي، أنا عندي مثلا 12 عيل 15 عندي 8 اللي موجودين، خدهم دخلهم جهنم ونجيني أنا، فيترفض الطلب. طب خد زوجتي وأخويا، أصل كنت بحبهم أوي، دي زوجتي وعشرة عمري وده أخويا بقى، أخويا شقيقي بقى حبيبي، خدهم دخلهم نار وبلاش أنا، فتترفض الطلب. طب خد عيلتي أو قبيلتي، فيترفض الطلب. فيقول له طب يا ربي خد أهل الأرض جميعا ونجينا أنا، فيترفض الطلب. فين الكلام ده؟ قال جل وعلا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنين، أدي أول صفقة مرفوض. طيب اللي بعدها وصاحبته وأخيه، صاحبته يعني زوجته وأخيه، يترفض الطلب. وفصيلته التي تؤويه، عيلته قبلته، يترفض الطلب. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فيقال كلا إنها لظى نزاعة للشوى. سبحانك يا ربي. في المقابل بقى أخوي وحبيبي، شوف ده بيتمنى أن أسرته كلها تخش جهنم وهو ينجو، في المقابل أنا وإنت وإنت والناس اللي أطاعوا ربنا، والله إحنا مش هنخش الجنة بأعمالنا، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، حديث البخاري. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. يا سلام، اوعى تفتكر ان اعمالك واعمالي
ممكن تدخلنا الجنة. والله الذي لا إله غيره أعملنا ما تساوي أي شيء أمام ربع أو عشر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن إحنا نخش الجنة برحمة الله برحمته سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل بيوضح بقى إن لما يكون بقى في المقابل بقى إحنا أسرة متماسكة مؤمنة طائعة ما شاء الله عايشين على طاعة ربنا وعلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم, نيجي يوم القيامة مسكين في ايدين بعض وداخلين الجنة زمرة جماعات. الله, لأن اللي هيفقد أولاده وأهله وزوجته وحبيبه وما مش هيتمتع برضو المتعة. يعني برضو احنا عايزين نقول ايه, الجنة جميلة ما فيهاش أي حاجة ما فيهاش أي نقص أبدا. لكن هل تتخيل حضرتك وانت داخل الجنة وابنك مش معك؟ متخيل وانت داخل الجنة وأبوك وأمك مش معك؟ متخيل وانت داخل الجنة وأخوك مش معك؟ برضو نفسك يكونوا معك. ربنا قال كده, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لازم تخش الجنة مع أهلك وحبايبك وعيلتك عشان تكتمل الفرحة. شوف ربنا قال إيه, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. حضرتك وحضرتك عملنا أعمال معينة دخلنا الجنة, طب أهالينا أسرتنا في الدرجة اللي قبلينا لأن أعمالهم ما وصلتهمش مثلا لينا, أو إحنا أعمالنا أقل من أهالينا فمش قادرين نوصلهم, فمن رحمة ربنا يرفع اللي تحت للي فوق ما ينزلش اللي فوق لتحت. شفت رحمة ربنا؟ ما كان ممكن ينزل اللي فوق لتحت. أنا دخلت الجنة مثلا وأبويا فوق عايز أشوف أبويا بحبه, فاهم إزاي؟ فينزلوا لأبويا, فطبعا لو نزلوه من درجة ما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة ده ساعتها أبويا يقول لي يا ريتني ما خلفتك يا حبيبي, يعني تنزلني الدرجة دي عشان أشوفك, مش عايز أشوفك خليني فوق, فاهم إزاي؟ إنما من رحمة ربنا أنا اللي أترفع له, برحمة ربنا يرفعني أنا ليه, يرفع اللي تحت للي فوق. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله, يا سلام. ولو بتحب حد من أهلك ومن أسرتك احرص دايما على أن أنت تخليك أنت هو في طاعة, تحب زوجتك قوم صلي بها قيام الليل وخلي أولادك معاك وعيشوا حياة إيمانية جميلة واكتموا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء, ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء فإن قام وصلايا كتب عند الله ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام, شوف خد بالك من حاجة كمان, يعني سبحانك يا رب الأسر المطيعة بتبقى حاجة جميلة. كان في واحد من التابعين اسمه الحسن بن صالح, حسن بن صالح كان ليه أخ اسمه علي بن صالح وكانوا عايشين هم الاثنين مع أمهم, كانوا هم الثلاثة يصلوا قيام الليل كاملا. بمعنى إيه؟ أمهم تصلي التلت الأولاني وتصح علي يصلي التلت الثاني, وعلي صح الحسن يصلي التلت الثالث, وحسن صح الاثنين عشان يصلوا الفجر. شوف الجمال, ماتت أمهم راح علي وحسن مقسمين الليل ما بينهم, أنت نص ونص, مات علي الحسن ما يقوم الليل كله. بيت مليان طاعة, بيت مليان نور, بيت مليان استغفار, بيت مليان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, بيت مليان قرآن. قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة ربنا يجمعك بحبايبك, حبايبك المؤمنين اللي توعدت معهم على الشفاعة يوم القيامة, وإحنا بنتوعد بنجدد مع بعض الوعد ده إن اللي ربنا يقدره بالشفاعة يشفع للتاني إن شاء الله يوم القيامة عشان نخش كلنا درجة واحدة في الجنة ونلتقي في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. الكل يوم القيامة يا جماعة بيقول نفسي نفسي, حتى الأنبياء, لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو اللي هيقول أنا لها أنا لها. يبقى مش هينفعك في اليوم دوت إلا عملك الصالح. فياريت كل أب يحرص على أسرته, وياريت كل أم تحرص على أولادها, وياريت كل عيلة علشان ربنا يكرمنا ونخش كلنا مع بعض. وشفتوا قد ايه سيدنا أبو هريرة لما أمه ما كانتش أسلمت وراح للنبي وقال له يا رسول الله ادعو الله أن يعني أن يهدي أم أبو هريرة, فدعانها النبي فأسلمت. ليه؟ حرصا منه أن أمه تبقى معاه في الجنة. قد ايه حب الناس ديت لأهلهم كان شيء عالي جدا سبحان الله. تعالوا بقى نرجع لموضوعنا في عجالة سريعة كده, مين أول من تنشق عنه القبر؟ قلنا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه مسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. خد بالك,
لما هيخرج النبي من القبر صلى الله عليه وسلم هيكون في ناس قريبة منه جدا. خد بالك احنا قلنا ايه؟ قلنا هينزل ماء من السماء ويخترق القبور وينزل على عشب الذنب، يعني ينبت الانسان ويبقى هيكل فقط، يعني يبقى ايه؟ انسان موجود كده بس ما فيش روح. فينفخ إسرافيل في الارواح وينزل كل واحد ينزل روحه في جسده، ثم بعد ذلك يخرجون من القبور في مشاهد عجيبة جدا نحكيها دلوقتي، شاهد فوق الخيال. لكن أول من ينشق عنه القبر هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيبقى في ناس قريبين منه، أقرب الناس إليه طبعا الصحابة ودفناء البقيع على وجه الخصوص هيكونوا حوالين النبي. ولذلك يا بخته، يا بخته اللي يدفن في البقيع. اللهم إنا نسألك وفاة في بلد حبيبك ودفنا في البقيع يا رب العالمين، اللهم أمين. خد بالك، وفي ناس تانية هيكونوا قريبين أو من النبي يا جماعة. مين هم؟ الناس اللي عندهم أخلاق جميلة، اللي عندهم أخلاق جميلة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، ألا إن من أحبكم إلي، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. الله، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق، ولذلك تلاقي كل العبادات كلها بتصب فين؟ في حسن الخلق. عن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تيجي عن الصيام، فإن سابك أحد فقل إني صائم، إني صائم. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يجي في الحج يقول لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله، طيب خلاص، أول من ينشق عنه الأرض يمين أو القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. والناس بتحشر كلها إيه؟ حفاة عراة غرلا. مين أول واحد هيكسى يوم القيامة؟ مين أول واحد هيلبس لبس الجنة ولبس أهل الجنة؟ مين أول واحد يا جماعة؟ حد عارف؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن. يا سلام. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. إيه الحكمة في كده يا جماعة؟ الحكمة في كده إن سيدنا إبراهيم لما حبوا يرموه في النار جردوه من ملابسه وتحمل ذلك في ذات الله. يا سبحانك يا رب. كان ممكن سيدنا إبراهيم يداهن، كان ممكن يجاملهم، كان ممكن يقول لهم أنا كفرت بالإله بتاعي وأمنت بالآلهة بتاعتكم، بس سيبوني في حالي أمشي جنب الحيط أو جوه الحيط. كان ما عملش كده، وقف وصدع بكلمة الحق، خدوه جردوه من ملابسه ورموه في النار. سبحان الملك. فلما تحمل هذا، والعجيب أن تسمع في مساجد كتيرة جدا ولسه سمعها من جمعتين في مسجد، أن الجبريل عليه السلام جاء سيدنا إبراهيم فبيقول له ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. مين جاب الرواية دي؟ الرواية دي طبعا رواية غير صحيحة، إنما الرواية الصحيحة التي وردت في البخاري عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. دي الرواية الصحيحة، مش فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. يبقى معنى كده نلغي الدعاء. ما هو ده معناه، معنى كلام ان احنا نلغي الدعاء، مفيش دعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، لا مش هندعو. علمك بحالي يغني عن سؤالي. اقع في مشكله اقول علمك بحالي يغني عن سؤالي. ابقى في ازمه علمك بحالي يغني عن سؤالي. امال فين الدعاء؟ وفين بقى الدعاء هو العباده؟ وفين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فخلى الدعاء عباده، خبال سيدخلون جهنم داخرين. يبقى اذا دعاء لجوء إلى الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واخد بالك؟ فسيدنا إبراهيم لما قبل ذلك في ذات الله، ربنا أكرمه بأنه يكون أول من يكسى يوم القيامة. لا بس في حتة بقى مهمة، ما هو مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام سيدنا إبراهيم يقينا، لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فيكرم الله حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، إن أول من يكسى هو إبراهيم، وتاني واحد يكسى هو النبي، لكن يكسى النبي بحلة أجمل من الحلة التي كسي بها إبراهيم، حلة لا تقوم لها الدنيا. الله، سبحان الله. حديث قال ابن حجر وأخرج البيهقي عن طريق ابن عباس نحو حديث الباب اللي احنا ذكرناه،
أن أول من يكسى من الجنة إبراهيم، يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح عن يمين العرش، ثم يؤتى به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر، لا يقوم لها البشر، أجمل حلة في الكون ده كله يلبسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحوال الناس هم خارجين من القبور، أحوال الناس هم خارجين من القبور، هتشوف مفاجآت بجد، مفاجآت عجيبة، مفاجآت لا تخطر على قلب بشر. إيه هي المفاجآت ديت؟ خليها مفاجأة بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. المشاهد اللي هنشوفها وإحنا طالعين من القبر، قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون يسارعون في الخروج. خبرك. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. خد بالك وركزوا من كلمة مرقدنا. فيقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. محضر جاي معاه سائق وشهيد، ملك يسوق الأرض المحشر وشهيد يشهد عليه يوم القيامة. الوقفة اللي عايز أقفها مع كلمة من بعثنا من مرقدنا، كفار عمالين بيعذبوا في قبورهم والمؤمنون بينعموا في قبورهم، والمؤمن قعدته في القبر بفضل الله كصلاة ظهر أو كصلاة عصر، وهو نفسه من كتر النعيم اللي شايفه، لأنه عارف أن النعيم اللي في القبر لو كان نعيم هيبقى اللي بعده أعظم منه مليار مرة. فأول ما يشوف النعيم دول يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. الكافر رغم أنه بيعذب في القبر عذاب شديد جدا، عارف أن العذاب اللي بعديه أشد منه مليون مرة، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، خليني في العذاب ده أهون من العذاب اللي جاي. ولذلك اعتبروا العذاب اللي كان في القبر ده مرقد نومة، واخدين تعسيلة، خد بالك نايم في قيلولة. تخيل حضرتك ان الكافر يعتبر فترة عذاب القبر دي مرقد نومة بالنسبة لعذاب يوم القيامة وعذاب جهنم. اما المؤمن فعايز يجي ليه؟ من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ابن مسعود هنا ليه جملة حلوة او قلنا حتة منها عايزين نكملها، قال: يحشر الناس يوم القيامة اجوع ما كانوا، خد بالك، وأظمأ ما كانوا، وأعرى ما كانوا، وأنصب، أنصب يعني أتعب، وأنصب ما كانوا. خد بالك بقى الحتة دي. فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن عمل لله كفاه الله، ومن نصر الله أراحه الله في ذلك اليوم. الله. عشان كده سيدنا ابن عباس بقى فقيه الأمة، ترجمان القرآن، الله أكبر على ابن عباس رضي الله عنهما. سيدنا ابن عباس لما قرأ قول المولى عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن عباس معلقا على هذا المشهد بليه؟ بيقول: فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. ولذلك لما حد بيسألني ايه افضل صدقة جارية، اقول له: افضل صدقة الماء. وده كلام النبي، افضل صدقة الماء، ان انت تقدم الماء، كل دير مية، زير مية، قلل، اي حاجة اللي في مقدار، يعني مش مقدار تجيب كل دير، في مقدار راجل بسيط وفي حتة بسيطة شعبية وجميلة، جاب شوية قلل وحطهم كده في مسند حديد، واللي معدي بيشرب، كل اللي يشرب منه في ميزان حسناته. واحد بقى قدراته احسن يقدر يجيب كل دير ست عين ويحطها في مكان كده في شارع عمومي، ويخلي واحد يراعيه ويدفع له قرشين كده كل شهر عشان يظبط الدنيا ويشوف الكهرباء والكلام ده كله، كله في ميزان حسناته وهكذا. ولذلك سبحان الله الدنيا لا تذم لذاتها، الدنيا مزرعه للاخره. اللي هتقدمه هنا يقينا يا اخويا وحبيبي هتلاقيه هناك، مفيش حاجه بتضيع. احنا ما بنعملش الخير ونرمي البحر، لا، بنعمل الخير وبنحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا، وركز معايا على قد ما تقدر،
ما تخليش يوم يعد عليك إلا وتعمل فيه خير وتكرم فيه إنسان، لأن كل ده هيعود عليك بالخير. اكرم يتيم وطبطب على رأسه وامسح على شعره. اليتيم كفالة اليتيم مش مجرد أنت تدفع قرشين في مكان، وده جائز، لكن اللي أحسن اللي أنت تعرف اليتيم بعيني، مش لازم تجيبه بيتك، هو موجود في مكان معين في جمعية شرعية، في جمعية يتامى، في أي مكان، قل لهم الطفل ده تبعي، مش باسمك، لا تبعي، يعني أنا اللي أصرف عليه، أنا اللي بكفل هذا الطفل. تكاليفه كم في الشهر؟ والله تكاليفه في الشهر 500 جنيه، 1000 جنيه، ال1000 جنيه يعني. وروح له كل شهر، هات له لعب، هات له حاجات، هات له فاكهه، هات له أي حاجة، وروح زوره وطبطب عليه واقعد معه، خليه يعرفك، خليه يشوف وشك، عشان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهؤلاء اليتامى، ودول ليهم دولة يوم القيامة، الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل والناس اللي انكسرت قلوبهم، دول ليهم دولة يوم القيامة. فالمولى عز وجل لو كان اليتيم ده من أهل الجنة يقول ارجع إلى أرض المحشر، فمن أطعمك في طعمة أو سقاك في شربة أو كساك في كسوة فخذ بيديه وادخله الجنة وانت كسبان. تعال نشوف المشهد، ربنا بيقول بقى إيه على أرض المحشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما فيش حد سبناه، الكل حشر، إنس، جن، وحش، دواب، يعني ملائكة، حتى الوحوش ستحشر. ربنا بيقول وإذا الوحوش حشرت حتى الشياطين هتحشر، نعم فوربك لنحشرنهم والشياطين حتى الملائكة، وجاء ربك والملك صفا صفا. فتخيل نفسك بقى وانت خارج من القبر، حس معاها بقى بالمشاهد اللي انا عايز اقولك عليها ديت، هي دي المشاهد اللي عايزك تعيش معاها وانت طالع من القبر، طالع بعد كم سنة، 2000، 3000، 4000، 10000 سنة، وممكن تكون بقى 10000 سنة دول عدوا عليك كما بين صلاتي الظهر أو كصلاة الظهر أو كصلاة عصر. طالع من القبر بتنفض نفسك من تراب القبر ومن نتن القبر وريحة القبر، وطالع بعد سنوات طويلة، آلاف السنين، الناس مرمية ومدفونة تحت الأرض، وفجأة نبت وطلعت مرة تانية، والله أنبتكم من الأرض نباتا، والكل طالع، بص حضرتك أرض اهي، وزرع طالع، زرع زرع زرع، ناس طالعة، بس كل واحد طالع بحال. المسألة مش مسألة طلوع ناس، وركزوا معايا يا جماعة، المسألة مش مسألة طلوع ناس، مش مسألة ده طلع وده طلع وده طلع وكل يلا على أرض المحشر، لأ، ده في مشاهد أصلا في الأرض ديت قبل ما نطلع على أرض المحشر، في مشاهد أنت هتشوفها بعينيك. أنت طالع وبعدين فجأة لقيت واحد جنبك في القبر اللي جنبك لسه راح طالع، وبعدين بعد ما طلع مباشرة بيقول إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ايه ده؟ مين دوت؟ ده مين ده؟ ده راجل جميل مات وهو بيحج او مات وهو بيعتمر، فلما مات اندفن بلبس احرامه عشان يبعث يوم القيامة ملبيا، فيتعرف ان دوت مات في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس أنه كان هناك رجل كان محرما فوقصته وأعيته الدابة بتاعته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، ما تجيبولوش أكفان تاني، لا في نفس الإحرام بتاعه كفنوه في الثوب، خد بالك، ولا تمسوه بطيب، ما تحطولوش ريحة، ولا تخمروا رأسه، ما ضغطوش رأسه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبين. الله، حضرتك طالع من القبر لقيت اللي جنبك بيقول لبيك اللهم لبيك، بصيت كده قلت الله بشرة خير، اللهم بارك يا رب، فاهم ازاي؟ رجل يبعث يوم القيامة ملبيا، وحين فجأة ببص ناحية تانية فلقيت واحد عجيب قوي، الراجل ده وشه مليان نور، ايديه مليانة نور، رجليه مليانة نور، حوالينه في نور، على يمينه في نور، شماله نور، قدامه نور، فوقه نور، نور على نور. ده مين دوت؟ دول اللي ربنا قال عنهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أهل الأنوار، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأنوار، ناس طالعة منورة
ناس طالعه من القبر كده منوره كلها نور، وشك نور وايديك نور ورجليك نور وكل حته فيك نور ما شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيعرفك انك لو عايز تكون من اهل النور خد باسباب النور. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. اللي شعر راسه أو لحيته يشيب تبيض هيكون الشعر ده ليه نور يوم القيامة. قول لي طب هل ده بيتعارض مع سنة الخضاب؟ لا ما بيتعارضش، إنما اللي يتعارض مع هذه المسألة نتف الشيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود بسند صحيح: لا تنتفوا الشيب، لأنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. دقنك بقت بيضة منورة، دي نور ليك يوم القيامة، دي من أسباب النور يوم القيامة، خد بالك. فلو نتفت الشعر الأبيض في دقنك، النبي نهاك عن كده، قال لك ما تنتفوش لأن ده هيكون ليك نور. طب لو خضبت لحيتك أو راسك، دي سنة عن النبي، تخضب بأي لون إلا الأسود، بالبني، باللون اللي هو الحنه اللي مايله على الحمر كده اللي هي عامله زي الحنه اليمني ديت، واخد بالك، الى غير ذلك، انما بالسواد لا، واخد بالك. يبقى من اسباب النور من شاب شيبه في الاسلام. يا سلام، في سبب ثاني للنور. نعم، ربنا يجعلنا واياكم يا رب من اهل الانوار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح، تكلم النبي عن اهل صلاه الفجر والعشاء، قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يا سلام، مش أي نور، بالنور التام يوم القيامة. يا سلام، أبشره بالنور التام. آه طبعا، أهل صلاة الفجر، أهل النعيم بجد، أجمل. كل الصلاة حلوة طبعا، كلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن صلاة الفجر بالذات لها وقع في النفس جميل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، أي ما فيهما من الأجر، لا أتوهما ولو حبوا. لو تعرف قدر صلاة العشاء في جماعة وقدر صلاة الفجر في جماعة ورب الكعبة، أقسم بالله هتزحف على أيديك ورجليك عشان تروح تصلي الفجر والعشاء في جماعة. ده كلام النبي، بل ولو يعلمون ما فيهما، أنا مش قادر أقول لكم الثواب لأن الثواب كبير جدا، لأتوهما ولو حبوا. يبقى بشر المشائين، بس خد بالك، أصل في مشائين في الظلم برضه، في ناس بتروح خمارات ويروحوا صلاة ديسكو وأماكن وحاجات كده، واخد بالك، ما هو ده في الظلم، لكن النبي حددها: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، مش إلى أي مكان تاني، واخد بالك. وأهل صلاة الفجر أجمل صداقة في العمر كله بتكون بينك وبين اللي بيصلي معك الفجر، سبحان الله، أجمل صداقة ربطك بيهم كده روحانيات عجيبة جدا، سبحان الله. وأجمل هوى حبيبي، أجمل هوى تشموه في الكون ده كله هوى الفجر. عارف ليه؟ أصل اللي بيعصى ربنا طول الليل بينام قبل الفجر بنص ساعة، واللي ناوي يصحى يعصى ربنا بيصحى بعد الفجر بحوالي ساعة. فالفترة اللي قبل الفجر بشوية وبعد الفجر بشوية، الفترة دي كلها لا تشم فيها أنفاس العصاة، وإنما تشم فيها أنفاس الطائعين. عشان كده ده أنقى وأجمل هوى في الدنيا هو هوى الفجر. صلاة الفجر، صلاة الفجر صلاة عظيمة، النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هم صلاة العصر وصلاة الفجر. فجأة وانت طالع من القبر شفت مشهد تالت حلو قوي، شفت واحد طالع وفوق راسه، لو صح القول يعني، سحبتين ملاكي، سحابة وسحابة، السحابتين دول مخصوصين للراجل ده. الراجل ده طالع وفوق دماغه سحابتين، وهيفضل طالع في أرض المحشر وفوقيه السحابتين، ويبقى حتى لو هيقف في أرض المحشر شوية والشمس قريبة، السحابتين يضللوه من الشمس. واحد تاني جنبه برضه طالع بس فوقيه سحابة، وبعدين واحد تالت وفوقيه كذا سحابة. هو ايه ده؟ اللي فوقه سحابتين دول أهل القرآن، دولت اللي حافظوا سورة البقرة وآل عمران. النبي قال ايه؟ قال: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقضمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان
سوداوان أو كأنهما ظلتان، خد بالك، من طير صواف يجادلان عن صاحبهما. يا سلام، يعني مش هيبقوا بس سحابة كده فوق دماغك كده تضللك من شمس الآخرة، لا ده فوق ده كله كمان يشفعوا لك ويجادلوا ويدفعوا ويدفعوا عنك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. تخيل، أمال مين اللي فوق الصدقة فوق رأس الصحابة ده؟ ده واحد تصدق صدقة كده أخلص فيها النية لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. طب واحد دفع 3-4 صدقات فوق إيه صحابات، 10 صدقات فوق إيه 10، وهكذا وكتر على قد ما تقدر، هتلاقي يوم القيامة المؤمن يأتي في ظل صدقته، تتجمع السحب فوق المؤمن ده وتعمل له ظليلة. اللي جنبه ما كانش بيتصدق، اللي جنبه ملوش سحابة، مولع في الشمس وانت في الظل والجمال والهوى. شفت المشاهد عاملة ازاي والاتنين جنب بعض؟ ما تستغربش، ما اصل الاتنين كانوا مدفونين في قبر واحد، وده كان قبر روضة من رياض الجنة، وده كان قبر حفرة من حفر النار. وسبحانك يا ربي. وبعدين فجأة بتبص كده لقيت واحد طالع من القبر اللي هناك ده، ايوه اللي هناك ده، طالع كده مطمئن كده وفرحان ووشه كده بشوش كده ومفيش اي فزع ولا خوف ولا حاسس بضيق ولا حاسس باي حاجه، حاسس ان الموضوع جميل قوي قوي وخارج كده مفيش اي فزع. ده مين دوت؟ ده الشهيد. ربنا يرزقنا واياكم شهاده في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه 7 خصال، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح. يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يا الشهيد، ده مش شهيد بس، ده لو واحد لسه جرح بس في سبيل الله، خد بالك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح ما من مجروح يجرح في سبيل الله، اسمع بقى وبين قوسين كده، والله أعلم بمن يجرح في سبيله. طبعا عشان كده ما بنحكمش الحد بأنه شهيد، لأن ده من 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 عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا نحكم المعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. ما نقولش فلان شهيد، نقول نحسبه إن شاء الله ويعني نحسبه من الشهداء ولا نزكى على الله أحدا، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء وهكذا. ولا نحكم لأحد بأنه شهيد إلا بنص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده قال لك هنا إيه، والله أعلم بمن يجرح في سبيل، لأن يا جماعة في حديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي لما أخبر أن أول من تصعر بهم نار يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله، فيأتي به المولى عز وجل ويعرفه نعمه فيعترف به ويقر، فيقول ماذا صنعت؟ يقول قاتلت فيك حتى قتلت، يقول كذبت، إنك ما قتلت إلا ليقال جريء وقد قيل، فيأم الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يجرح في سبيله، إلا جاء يوم القيامة، خد بالك، طالع من القبر هو جرح في سبيل الله، ده ما ماتش شيء بقى، ده مجرد بس جرح في سبيل الله، فيطلع من القبر والدم بينزف منه، خد بالك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله، تلاقي واحد طالع من القبر جنبك ريحته مسك معطرة الدنيا كلها حواليه، ما شاء الله مين دوت؟ ده الرجل ده جرح في سبيل الله، والتاني طالع في أمان، مين ده؟ شهيد، ما شاء الله. وبعدين فجأة لقيت قبر تاني اتفتح، ما أنا زي ما بقول لك زروع بتطلع، واحد طلع بيلبي، والتاني طالع في أمان، والتالت طالع في سحابة فوق دماغه، ورابع طالع يعني ما شاء الله في جرح نازل كده بس بينزل مسك، واخد بالك، والخامس والسادس والسابع كل واحد طالع بحال، واحد طالع عنقه رقبته طويلة، ده مين دوت؟ ده كان بيؤذن في مسجد، كان بيحتسب الأذان، كانش بيتقاضى أجر، كان بيعمل الموضوع ده لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إيه المقصود بطول العنق؟ هل هو طول العنق حقيقة يعني يبقى عنقه طويل، ولا طول ولا مقامه يبقى عالي عند ربنا؟ ممكن يكون كده، ممكن يكون كده، ولا مانع يكون كده وكده، الاثنين، يبقى عنقه طويل ويبقى مقامه عالي عند ربنا. وأبشرك
عشان تأذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. اسمع حديث ثالث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. يا سلام، يعني لو أذن في مسجد المسجد ده بيصلي فيه 10,000 فأجره مثل أجر من صلى معه. المؤذن يغفر له مدى صوتي، دي رواية أحمد بسند صحيح، المؤذن يغفر له مدى صوتي ويشهد له كل رطب ويابس. صوت وصل لحد إيه؟ حد محطة أتوبيس جاية، كل الناس وكل الأحجار والأشجار والبحار اللي سمعته كلها تشهد يوم القيامة. سبحان الله. فجأة بصيت لقيت واحد تاني طالع كان شكله عجيب قوي، ناس ألوانهم زي التلج، بيض قوي، وشوشهم وأجسامهم كلها عاملة زي لون التلج، زي لون الغطرة اللي أنا لابسها دي، بشبهها كده بالتلج يعني، فاهم ازاي؟ عاملة زي التلج، وريحهم ريح المسك. مين دول يا جماعة؟ دول حبايبنا اللي كانوا بيصلوا صلاة الجمعة، ما كانوش بيناموا، ما كانوش بيقولوا العمل عبادة، جمعة إيه ومش جمعة إيه، يا عم كل عيش يا عم وكده يعني. سبحان الله. النبي في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح يقول إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها. يا سلام. فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم، يمشون في ضوئهم. شكلهم إيه الناس دول اللي كانوا بيصلوا جمعة؟ ألوانهم كالثلج بياضا. يا سلام. رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان الإنس والجن، ما يطرقون تعجبا، ما يقدروش يشيلوا عينيهم. يعني أنت لما تشوف الراجل ده كده اللي طالع كده من القبر كده عامل زي التلج كده من لونه الجميل وريحته عامل زي المسك، ما تقدرش عينيك تطرف تروح أي مكان، لازم تفضل باصص له. ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. فجأة لقيت واحد طالع من القبر، فأول ما طلع من القبر سجد لله. ده مين ده يا ترى؟ ده واحد مات وهو ساجد زي الشيخ كشكي الله يرحمه. الشيخ كشكي الله يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة رب العالمين، كان بيتمنى وكان يجهر على المنبر ويسأل المولى عز وجل أن يموت ساجدا بين يديه. اللهم أمتني ساجدا بين يديك. في يوم من الأيام رايح هو وابنه عشان يصلي الجمعة، وقال لابنه بس أصلي ركعتين قبل ما أخرج، وبيصلي وفجأة يعني تأخر في السجود، فابنه قلق عليه فبيحركه لقى ميت وهو ساجد رحمه الله رحمة واسعة. فتلاقي واحد بيبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي المولى عز وجل. في المقابل في مشاهد تانية صعب قوي قوي، هتلاقي مشاهد حلو قوي، مشاهد ناس أطاعت ربنا، مشاهد واحد كان بيبر أمه وأبوه بيطلع وشه منور، مشاهد واحدة كانت لابسة حجاب تطلع من القبر وشها مليان نور، مشاهد واحدة كانت بتكرم جوزها وتكرم ولادها تطلع ما شاء الله في منتهى السعادة وفي أمان شديد، مشاهد واحد كان بيكرم أهل بيته هيطلع في أمان شديد. كل اللي هيطيع ربنا ربنا هيكرمه دنيا وآخرة. لكن في مشاهد تانية صعبة قوي قوي، مشاهد لا تخطر على قلب بشر، هتشوف مشاهد تخوف بجد، مشاهد فعلا يعني أول ما تشوفها جسمك يقشعر. فأنت هتبقى شايف الحلو وهتبقى شايف الوحش، هتبقى شايف اللي طالع بيقول لبيك اللهم لبيك، وتشوف ناس تانية طالعة من القبر عينيها وودانها وبقها وأنفها بيطلعوا نار. ربنا عارفين ده مين ده. وتلاقي واحد تاني مش عارف يعني مناظر، انا مش عايز اسبق لده نذكره في الحلقه القادمه ان شاء الله، وهتشوف مشاهد صعبه شويه الحلقه الجايه ومعاها مشاهد تانية برضو كويسه جدا، وهتشوف بقى ازاي هنبدا نقف في ارض المحشر وموضوع تطاير الصحف، وهتشوف ازاي هيبدا الحساب والقواعد السته اللي ربنا هيحاسب بها عباده، وهتشوف الميزان ايه اللي يحصل في الميزان،
وإيه اللي هتوضع في الميزان؟ يا ترى أنا وإنت هنتحط في الميزان ولا أعملنا؟ ولا لا إحنا ولا أعملنا؟ الصحف اللي مكتوب فيها الحسنات والسيئات هي اللي هتوضع في الميزان، ولا الثواب؟ الثواب مش العمل ولا صاحب العمل ولا الصحف، لا ده الثواب بتاع الأعمال هو اللي يتحط، أو الإيه؟ أو الجزاء. إيه اللي يتحط بالظبط؟ هنعرف. الميزان ده شكله إيه؟ يا ترى هو ميزان واحد ولا كل واحد فينا ليه ميزان؟ أنا بقول لك الموضوع كبير، وعشان كده أنا ماشي معاكم واحدة واحدة علشان نعيش التفاصيل ديت. أنا فاضل لي ثلاث دقايق وشوية، حاجة بسيطة كده، فأنا شايف إن إحنا ندعي فيهم، بقالنا كتير ما دعيناش. تعالوا ندعي في ثلاث دقايق دولت، والمرة الجاية هنشوف مشاهد عجيبة بجد، حلقة تكون مهمة أوي أوي، عشان برضو من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، عشان نحذر نحن نقع في أعمال تخلينا طالعين من القبر معذبين. عايزين نطلع منعمين، ربنا يكرمنا ويكرمكم. وشفت المشاهد الحلوة قد إيه؟ يا ترى نفسك تكون مين فيهم؟ اللي طالع يلبي، ولا اللي عنقه طويل، ولا اللي جاي في ظل السحابة، ولا اللي طالع وشه منور، ولا اللي ريحته مسك، ولا اللي لونه زي التلج، ولا مين بالظبط؟ ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا رب نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، أرات فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أعمي أبصارهم، شل جوارحهم. يا رب العالمين، يا رب العالمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم نجح طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، سد دين المديونين. اللهم سد دين المديونين، اللهم سد دين المديونين، فرج هم المكروبين، فرج هم المهمومين والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. أرزق أخواتنا بأزواج صالحين، وارزق من حرم من الذرية بذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم داوي جراحات المسلمين، اللهم داوي جراحات المسلمين. اللهم استرنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالله عليكم جددوا البيعة مع رسول الله، اللي مش لابس حجاب تلبس حجاب، اللي ما بيصليش يصلي، اللي ما بيصليش على النبي يصلي على النبي، اللي ما بيبرش أمه يبر أمه. بالله عليكم نبدأ صفحة جديدة من ميلادي، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا، ربنا يبارك فيكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.